أغراضيوس. تمارس العادية، أولا اتسمت بجو من النقاش كان بالمستوى، تم يعني التطرق لعدة برامج، عدة اتفاقيات، أهمها هو يعني اتفاقيات ما يتعلق بمبادرة التنمية البشرية مع الإقليمين، إقليم داخلة وإقليم أوسر. كذلك هناك اتفاقية مع رفع مستوى الصحة اللي كانت كذلك دور مهم جدا. ثم تعلمون بأن الداخلة تحتاج إلى في عندها نقص كبير جدا فيما يتعلق بالأطباء، وبالتالي الجهة الآن ستتكفل ب يعني التعاقد مع أطباء، حوالي 13 طبيب مختص اللي يجوا ويتكلفوا بالجانب الصحي ويعزوا هذا الخصائص الكبير اللي مثل كذلك. هناك يعني برامج أخرى اللي تم مناقشتها اللي كذلك حتى هي لا تقل أهمية فيما يتعلق بالمبارفع يعني دعم المبادرة، دعم المعهد يعني معهد في الصناعة، المعهد التكوين المهني للصناعة التقليدية، فيما يتعلق بجوانب كذلك أخرى مهمة. عندك يعني على العموم كانت هناك يعني برامج اللي تصب مباشرة في صالح العام وفي صالح لا. كذلك تكلمنا عن النقل، ونحن الآن في مشاورات مع إير عربية باش تفتح ثلاث رحلات نحو مراكش من الداخلة، وسبع رحلات من الداخلة للدار البيضاء. المجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب، إذا اليوم كما واكبتم معنا ضروري أن أهنئ المجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب عن استكماله لتشكيل اللجان الدائمة المكونة للمجلس، حيث قمنا اليوم بتشكيل اللجنة الدائمة المكلفة بالثقافة الحسانية والتراث، والتي يرأسها عضو من المعارضة، وكما توجه بالشكر الجزيل لكافة أعضاء المجلس الجهوي بوضعهم هذه الثقة الكبيرة في شخصي المتواضع بخصوص تنصيبي على رئاسة هذه اللجنة بصفتي عضو من المعارضة أنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة. وإن شاء الله كلنا عزم وإرادة ونية خالصة على العمل الجاد والدؤوب من أجل القيام بكل ما من شأنه أن ينهض بالثقافة الحسانية أو بالثراث على مستوى جهة الداخل والذهب وعلى مستوى الأقاليم الجنوبية ككل. وأتمنى من هذا المنبر أن أكون عند حسن ظن المجلس وكافة الجهات وجميع الساكنة، وأن أكون في مستوى انتظاراتكم جميعا، وشكرا. مصادق عليها فيما يخص هذا البرنامج، وهذا راجع لأنه أولا قبل كل شيء نحن بينا على أساس أن هذه النقاط فيها العديد من الثغرات والتواطؤ مع القانون. وفيما يخص تشكيل اللجنة اللي خاصة بالمعارضة تخص نحن كمعارضة، للأسف الشديد السيد الرئيس تطاول على القانون وأعطاها مباشرة للعنصر كان أصلا في المعارضة ولكن انضم الأغلبية. هذا ما يمكن نحن نصادق عليه، ولا نأخذ إلى رد الله ما يليق بهذا العمل اللي قاموا به. وإن شاء الله الأيام المقبلة ستظهر لكم أكثر وضوح. عجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.